صباح الفل، صباح الهنا، صباح كل اللي شايفنا. يا رب اللهم امين يخبز له العيش ويجعل كده اللقمه في مشنته والدعوه يا رب كده في حياته طول ما هو عايش. النهارده ان شاء الله وعدناكم ان احنا هنعمل مع بعض العيش البلدي والرقاق. النهارده جاي لضيفتين، صلاه النبي احسن من العيش، ربنا خبز لهم العيش. من العيش ربنا خبز لهم العيش، وجايين النهارده الغاليه زياره. قلت لهم بما انكم بقى النهارده جايين لغاليه يبقى نعجن مع بعض العيش ونوري حبايبنا بيتعمل ازاي. اتفضلي يا ست ام احمد. تعالي يا ام كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. تعالي 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 تعالي. ده ايه الزياره الحلوه دي؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر. ده انت جايبه فطير وايه؟ نهارنا فل. عامله ايه يا حبيبتي؟ ان شاء الله تسلموا وتعيشوا. لسه اتعرف عليكي من زمان والله. ربنا يخليكي. ازيك يا مدام غالي؟ عامله ايه؟ الله اكبر. ده بصي بقى بصلت المحب خروف. الله يخليكي. يعني انت جايبه لي بيض وجبنه قديمه وعيش. انت ست غاليه. الله الله الله. غالي يجي له احلى حاجه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شد يا اختي كده عليكي شويه كده، خلي الحبايب تاكل. ده النهارده كل القاهره والناس هياكلوا. النهارده معانا فطير وجبنه قديمه وعيش والحياه كلها حلوه. عشان توكلي الحبايب. عشان نوكل الحبايب. انا بشكركم على الزياره الحلوه دي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. يعني انا مبسوطه النهارده ان انتم معايا. الله يخليكي، واحنا مبسوطين بيكي جدا جدا جدا. قولي لي بقى ام احمد، انت النهارده قلتي ان انت هتعملي لنا رقاق. اه ان شاء الله اعمل لك رقاق. الرقاق طريقته سهلة؟ اه جدا. وام احمد قالت هتخبز؟ طبعا. انتوا يعني ام كريم قالت هتعمل لنا النهارده شوية عيش بيتي حلوين كده. ان شاء الله. طيب قولي لنا بقى ام كريم الأول المقادير كويس واعجنيه عشان ناخد ايه الموضوع واحدة واحدة. اه حاضر. يلا قولي لنا الرقاق بيتعجن ازاي؟ اهو. هنعجن الرقاق ولا نعجن العيش؟ ولا العيش؟ لا هنعجن العيش الأول. هنعجن العيش الأول. ادي الملح. اهو. يلا حاجه بقى، كوبايه بقى نحط فيها الملح. ملح، وعاوزه الملح والخميره. خميره ويكون حبه سكر عشان بيخلي العيش طالع رغيف احمر كده من تحت يبقى كويس. يعني نحط شويه سكر وشويه ملح. اه على الدقيق. اه طيب الميه اهيت. احنا لسه في الاول وهندردش وهنقول اللي احنا عاوزينه. لا براحتك خالص. ايوه ده احنا معانا معانا للصوب. معانا للصوب. ده رقاق وفطير ودنيا. ايوه. لا الفطير بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. اه ام احمد عاوزه تيجي تعمل لنا فطير بكل الاشكال. ان شاء الله اعمله لكم باللحمه واعمله لكم بالبيض واعمله لكم بكل ما انتوا عايزينه. بس انتوا الاثنين مع بعض بتخبزوا وتعجنوا وتبيعوا وتشتروا. اه احنا وهي في المحل مع بعض. حبه سكر بقى لو سمحتي. حاضر. احكي لنا انت بقى ام احمد الموضوع جه معاكم ازاي؟ يعني انا اتعلمت كل حاجه في البيت عندي. معلقه بقى بعد ما اتعلمت عندي بعد كده اشتغلت بقى. معلقه. يعني انت الاول جربتي في البيت ولا حد علمك؟ اه لا انا جربت مع نفسي في البيت، ما حدش علمني. ما احبش حد يعلمني اصلا. احب اعمل كل حاجه بنفسي، ان هي لو باظت مش مشكله. اه محدش يتريق عليا، محدش يقول لي حاجه. فاتعلم الحاجه مع نفسي وبعد كده بقى براحتي. اه يعني لو الحاجه باظت ما يهمكيش، تحاولي تعملي في بيتي. اه في بيتي اعملها مره واثنين وثلاثه لحد ما اتعلمها عادي. اه كده حطينا يعني الحقيقة. مش جايه تبع صنايعي او كده، لا مع نفسي. فضلتي تصممي على الحاجه لحد ما اتعلمتيها. لحد ما اتعلمت مع نفسي وبداتي بقى تعمليها تجاري. اه عندي الفرن وعندي الصواني، عندي كل حاجه. بحب اعمل حاجه بنفسي، حتى لو باظت خلاص عندي فراخ فوق بحط لها الاكل وعادي. كده حطينا الخميره. اه طب استني، ده احنا يا اختي ده انت موالك بقى معايا يطول. اه ما نشوف ام كريم هتعمل. ام كريم حطت الخميره. اه دول 2 كيلو دقيق. اه نحط عليهم معلقه كبيره. نص معلقه صغير ملح. ايوه معلقه خميره كبيره. نص معلقه سكر عشان تخلي الرغيف كده طالع احمر وكويس من الفرن، يطلع كده قابب حلو ومفتح. اه زي الفل. ده كده هنحط الخميره اهيت مع السكر مع الملح. تمام تمام. كده هنحط بقى ايه؟ هاتي الميه. الميه يعني عينيكي مزين على حسب ما تلتي. اه حسب ما دقيقه معاكي تمسك معاكي. اه ماشي. ايوه كده. ايه
يعني ده انت حظك احسن من حظي. يعني انت اللي بتقولي لي يا غاليه انا لما بعمل حاجه في البيت وطلعت بايظه ما بقى بطلعها للفراخ واعمل حاجه واجرب تاني وتاني وتاني. انا بقى اما حاجه بتبوظ مني بعد عنك. بصي كل الناس بتشوف بقى الخيبه بتاعت غاليه فدي على الهوا زي العسل. لا لا ما تقوليش كده. فلما الحاجه تبوظ مني كل الناس بتشوفها. لا 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 ازاي بقى. بس انا يعني انا كده اتعلم منك اتعلم منك ان البني ادم لازم لما يحط حاجه في دماغه بيعملها لازم يعملها ما يأس. دام انت عندك اقتناع بنفسك ان انت هتعملي الحاجه دي فهتعمليها. ليه انت عندك رغبه ليها؟ انما لو ما عندكش رغبه ليها استحاله هتتعلمي. يبقى مالكيش رغبه للشيء ده. يعني الكمال ايه؟ بصي الكمال لله ونعمه بالله. انا مبسوط قوي كمان ان انت قعدت تجربي وصممتي لحد ما فتحتي محل. انا كنت الاول ببيع خضار وبعد الخضار بقيت ببيع فاكهه وبعد الفاكهه بقيت شغاله محل فطير. بعد ما اتعلمت ببيتي بقى فاشتغلت مع واحده. وانت محلك فتحت بقى؟ محل لوحدي وبعد كده لقيته مش نافع يعني لوحدي. ففتحت انا واحده. يعني الاول لما حبيتي تعملي لوحدك ما بقيتيش لا كنا شغالين وحلو بس صاحبه المحل طمعت في المكان يعني وكده وحبت ان هي تاخده تشتغل هي فيه وبعد كده اشتغل معاها. فانا كرفت الموضوع بقى قلت لها خلاص مش هشتغل في الشغلانه دي تاني. فجت ام محمد صاحبه المحل اللي انا شغاله معاها دلوقتي عرضت عليا اشتغل معاها اشتغلت معاها. وماشيين صلاه النبي بقى الدنيا حلوه. الله اكبر علينا ليه نصيب من الامارات السعوديه من اخر بلاد الدنيا بياخدوا مننا فطير. اللهم صل على النبي. كل اللي جاي من الخليج دي طريقه العجينه بتاع العشاء اللي لهم اهل عندنا بييجوا ياخدوا لهم الفطير. اللهم صل على النبي. دي عجينه العيش. دي عجينه العيش. طب وريها لنا بقى تبقى عامله يعني حسب عاملة حسب ما انت عايزه. عايزه العيش يبقى طري معاكي اخليها طريه، عايزاه يبقى يابس معاكي حسب الايه اللي بيحب ينقل ويخبز قدام الفرن. طب اللي لسه بتتعلم بتعلم تعملها يابسه عشان ايه هتشرف تنقلها من على اللوح اللي ايه تقيل على العجينه تعرفش تلقطها. دي طريقه العجينه ايه ديت. بعد ما بنعجنها كده بنريحها بنحش عليها حبه دقيق كده. انت عارفه امي لما كنا نعجن ها كانت تخلينا نعجن العجين ده نشربه كده ونفدغه بق بق. ما هو لازم بقى ما تكون عجين كتير لازم كميه ونطب. وكنا واحنا بقى ما نرش الدقيق كده كنا نقول ايه بقى للعجين لوف لوف ها لوف لوف سترناك بالنعجة على الخروف سترناك بالدقيق استرنا من كل دقيق. ايوه سترناك بالدقيق استرنا من كل دقيق. وفور فور اصحابك من غير فطور. وفور فور اصحابك من غير فطور. كنا نعمل كده للعجين واحنا بنرش عليه الدقيق. دي طريقه العجين بتاع العيش. تمام زي الفل. بعد بقى ما بيخمر بنقرصه بقى. عاوزاكي توريهم ازاي بيقرصوا العجين. بنقرصوا العجين. احنا عندنا هنا حته خمرانه. اغسلي ايدك بقى انت كده براحتك عندك الحنفيه وتعالي بقى ايه ورينا هنقرصه ازاي. هو لازم يخمر يتضاعف يعني ايه يبقى يعني العجينه لو حته قد دي لازم لما تخمر تبقى قدها مرتين وبعد كده تبتدي بقى ترش الرده وتقطعيه. يعني احنا لو في صيف لازم العجين ياخد له بتاع ساعه ممكن انما لو في الشتاء ياخد له زي ساعه ونص ساعتين عشان الجو بيبقى ساقع. عشان الجو بيبقى ساقع عشان تحطيه في مكان دافي. يلا هات لنا بقى انت اللوح الناقص ده ووريهم بقى بتقطعي ازاي. يا نورهان حاولي كلميني تاني يا نورهان. بسم الله ما شاء الله الرغيف. ما شاء الله عايز مطرحه عايز فرن كبير مش عايز مطرحه. صلاة النبي صلاة النبي ضفار ضفار حامي زي ام كريم. ايوه حامي صح. ملوش حل. بتقطعيه وريهم بقى انت بتقطعيه ازاي. بصي ادي الحته اللي خمرانه اهي بعد ما بيخمر بيبقى شكله ده. بتقطعيه ازاي بقى؟ ده بنقطعه في بنقطع على نوعين. نوع بنقطعه بالميه والزيت ونوع بنقطعه بالدقيق. طب ميه وزيت ليه؟ ميه وزيت عشان الرغيف ما يقشفش من على الوش. يبقى طالع وشه ممسوح. فضل قدامك يعني فتره لو عجنه كتير عجن فتره وفضل قدامك ما يقشفش. عايزاه بالدقيق عجنه شويه قليل وقلت العجينه طريه معاك وعايزه تلفيها بالدقيق بتقرصيه بالدقيق. طب يلا قرصي بقى انت بالدقيق. اقرص لك بالدقيق ولا بالميه والزيت؟ اللي انت عاوزاه. نقرص بالدقيق. اللي انت عاوزاه. اللهم صل. انتوا الاثنين شغالين مع بعض في محل واحد. انتوا جيران ولا شركة ولا؟ لا جيران ومع بعض شركة يعني. حبايب. بس صاحبة المحل اللي احنا شغالين عندها هي بتشتغل ورديه بالليل واحنا الاثنين الصبح. يعني انتوا شغالين ورديتين. المحل شغال على طول ما بيقفش. دي كده طريقه الرغيف اهو بالدقيق.
ايوه. اما تكوني عايزاه تعمليه كبير حبه، اما يكون فرن كبير عندك حبه وتخبزي العيله فبنعمله كبير شويه. اه بيبقى حلو زي الرغيف اللي انت جايباهولي ده. زي الرغيف اللي انا جايباهولك. استني بقى اما اطلع الرغيف ده، يعني انا لو فرن كبير شويه كان الرغيف طلع زي ده. كان رغيفي طلع، هو ده خبيزي وهو ده العيش بتاع اللي انا بعمله. صلاه النبي احسن لو انا الفرن كبير شويه. على حسب الفرن بقى، على حسب الفرن بتقطعي العجينه. استاذ احمد، يا استاذ احمد، استاذ احمد. ايوه استاذ احمد. هاي عامله ايه؟ ازيك يا احمد، شايف العيش الحلو ده؟ يا جوالي تحفه. شفت؟ شفت المثل اللي يقول لك العيش الرغيف اللي يلمع للصاحب اللي ينفع. تحفه. ده مفيش احلى منه. يعني شفت بقى؟ ده مفيش زي في مصر خالص. نقطع رغيف كمان عشان نوري كمان بقى، عشان نبتدي بقى نحدف في الفرن. نبدا بقى نحدف في الفرن. ده انا عايزه انقل هنا. اها. تسلم لي يا استاذ احمد. معلش النهارده بقى عندنا الدنيا ايه هايصه. كده احنا خلصنا كده العيش العيش البيتي. ده كده العيش البيتي تمام. ده تقطيعه وما يخمر يتقطع. ده كده تقطيعه، وده كده بعد ما خمر. ده كده بتقطعينه كده بقى نص ساعه اما خمر. تمام. لازم بعد ما بتقطعيه كده تسيبيه نص ساعه ثانيه يعني. لازم يعلى يخمر عشان الرغيف يفرد معاك وانت بترميه في الفرن. طب شوفي بقى، انا مولعه لك الفرن يسخن. شوفي انت نظام الفرن بقى ايه. اغسل ايدي الاول. اغسلي ايدك وانا عبال ام احمد بقى انت عجني لنا بقى هنا يا حبيبتي الرقاق. حاضر. وانا هلقط لها. ماشي. قولي لي بقى كده، انت لما ابتديتي المشروع ده قعدتي قد ايه؟ يعني حوالي زي 10 ايام كده. يعني ما كان معاكي فلوس ولا انت ابتديتيه كده؟ لا، حاجات بسيطه خفيف ان انا اجيبها عندي في البيت اعملها. يعني زي كيلو نص كيلو كده، حاجات بتبقى بسيطه. يعني انت بدات نص كيلو حاجات خفيفه. ان حاجه لو باظت ما يبقاش يعني الفلوس تبقى كتير. انت عايزه يعني نقدر نقول ابتديت المشروع مثلا ب 10 جنيه ولا حاجه؟ مثلا حاجه زي كده. شوف انت الفرن وانا هلقط لك. شوف الفرن. ماشي. اعجن لك دول؟ عجني دول. مش حاجه. ده فرنك الجميل. كفرنك الجميل. قولي لي المشروع بتاعك ده بيصرف بقى، بتصرفي منه على البيت؟ بصرف على البيت. معاكي بقى كم عيال قد ايه؟ معايا زينب عندها 18 سنه السنه دي، معايا احلام عندها 16 سنه، معايا احمد في اولى اعدادي، محمود في رابعه ابتدائي. صراحه بتاعتك صراحه صغيره على قد الفرن. شريف عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا صباح الهنا. ازيكم؟ وايه الاخبار دي الحلوه كده؟ الفطير دي والاشياء دي حلوه قوي. ان شاء الله تسلم وتعيش. شفت بقى الخير؟ شايفه بقى الشريف عبد الله ده من السعوديه، راجل حبيبنا يعني. بصي الخير كله على ايديه. ربنا يخليك. وخلي بالك دعوته مستجابه. ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك ويسلمك والله. شكرا ان شاء الله تسلم وتعيش يا رب. مطرحتك يا مدام غاليه صراحه صغيره مش مساعده على الخبيث خالص. هات لنا فرن كبير شويه عشان نوريك العيش البلدي بيتعمل ازاي. بعد كده بالنسبه لينا قرص. معلش بقى عشان على قد الفرن صغير. ده عايز يشطح على الايد مش عايز يشطح على المطرحه. اشطحي على ايديك. ده مش عارفه على المطرحه. اشطحي على ايديك. مطرحه صغيره خالص. اشطحي على ايديك. بصي اهو ودي على طول. انا كبرته. هاتي هاتي يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله. ايوه اخبزي على الايد كده. خدي خدي. يلا احدفي بقى. ادعي لهم بقى، انا عاوزاك تدعي لهم يا شيخ عبد الله يعني بالرزق. الله يوفقهم ان شاء الله يا رب. هم دول الجماعه اللي مظبوطين كده. شفت الدعوه الحلوه دي؟ الله يبارك لك يا شيخ عبد الله. شفتي الدعوه دي؟ ربنا يبارك لك. ده يعني السعوديه الارض الطاهره. الله يديكم العافيه ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم. تسلم لنا يا رب. شكرا يا شيخ عبد الله. اللي ما تعرفش تشيل الرغيف على ايديها كده تعمله يابس شويه. يابس شويه عشان تقدر ترفعه. يعني اللي ما تعرفش اللي هي لسه بتتعلم ليه. ايوه. تعمليه يابس شويه. تعمليه يابس شويه بحيث ان انت يفرد معاكي اهو. يابس شويه يا ست حبيبه يعني تبقى العجينه جامده. هناخد فصل ونرجع.
رجعنا تاني بقى للخبيز. لو انت عاوزة تعملي الرغيف اكبر من ده براحتك، احنا عشان الفرن اللي عندنا صغير، عاوزة تعمليه كبير براحتك، صغنون براحتك، زي ما تحبي. اهو انت عملت لنا بقى ام احمد عجينة رقاق. قولي انت عملت عجينة رقاق ازاي؟ حطيت سنة ملح وحطيت حبة مية ونص كيلو دقيق. الرقاق يا استاذ هاني. قولي المقادير تاني. حطيت زي كوبايتين مية صغيرة ونص كيلو دقيق وحبة ملح. يعني نص معلقة ملح كده، معلقة صغيرة. نص معلقة ملح. ومعلقتين دقيق. طيب يعني هو مية وملح لا زيت ولا أي حاجة خالص؟ لا. وبعد ما بيتعجن بقى بتقطعيه. بقطعه وبعد كده ورينا بقى انت قطعت التاني ازاي اللي قبل الهوا. يعني الخبيز ده لوحده بيبقى له ريحه حلوه 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 حلوه. افرد انا على الرخام عادي؟ افردي بقى زي ما انت عاوزه. النشابات عندك اهي، خدي النشابه اللي تعجبك. ما يمشيش في فرن البوتاجاز ولا بالطبل البلدي العيش ده؟ لا طبعا. ما يقبش. ما يقبش لان ده ليه فرن معين. واللي ما تعرفش تعمل على مطرحه تخليه يابس شويه، يعني عجينته تكون ماسكه شويه، وبعد كده تفرده بنشابه. ده اللي ما هتعرف تعمل زي احنا ما بنعمل كده. احنا دلوقتي عاملين الرواية صغيرة علشان الفرن صغير. صلاة النبي. طلعي بقى اللي هيطلع وتقولي هنا انقلك انا على المطرحة. ماشي. احنا عاوزين بقى مشلنا حلوة كده نرص فيها. اللي عندها مش هتعرف، عاوزة تكبري شوية كبري، يعني هو بصوا ادي وشه. بصوا صلاة النبي ده احنا عاملينه صغنون. بصوا بيطلع قابب وجميل، شايفين الوش بتاعه عامل ازاي؟ وشه زي القعر بالظبط، وشه زي قعر. فله، لقمه فله تعمليها في البيت تاكليها بألف هنا وشفا. اهو عاوزه تكبري شويه براحتك. وبرده عاملين الرقاق صغيره علشان خاطر الفرن ان هو صغير، انما هي حسب المكان. اصلك هم متعودين يخبزوا. بصوا على الفرن الكبير. بص الرغيف بتاعهم الرغيف بتاعي. احنا عندنا الفرن كبير مش زي ده. هم فرنهم قد البتاع اللي انا بشتغل عليها دي، فهم مستغربين قوي قوي للرغيف الصغير ده. ما نعرفش نعمل حاجه صغيره اصلا، ايديهم فرطه. فلاحين بقى. يعني ده يا ام كريم تقول لها ايه ده انت ايدك صغيره، ودي تقول لها لا ده انت ايدك كبيره. دلوقتي هنعمل النهارده محمد ايدها صغيره خالص. ايوه محمد هي اللي عامله ايدها صغيره النهارده معايا خالص. هنعمل ايه طيب؟ ما على حسب الفرن. الفرن صغير. بتاخدي منه بقى. احطها لك هنا. خدي منها. يعني تقف على يمين الفرن كده؟ هتحاولي تقفي هنا بقى. هنا هو كده عشان يطلع يشوفوا العيش في الفرن. اهو. يعني انا مبسوطه قوي 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 ان انتوا قدرتوا تعملوا من الموضوع ده مشروع تسترزقوا منه. انت معاكي عيال قد ايه يا ام احمد؟ معايا اربعه. اربع عيال؟ صغيرين ولا بيتعلموا ولا ايه؟ معايا اتنين بيتعلموا واتنين لا. البنات يعني في المدارس. البنات من اولى اعدادي قعدت. والصبيان؟ الصبيان واحد في اولى اعدادي وواحد في رابعه ابتدائي. صلاه النبي. فالبنات بقى مخطوبة، يعني احنا عندنا خلاص طالما اتخطبت ما تكملش تعليمها وكده. ليه؟ معلش. ما انت يعني انت شاطرة. نورهان الله يخليك. يا نورهان. ايوه بتشتغلي. صباحك عيش، صباحك فل، صباحك ورد. صباح القشطة. شفتي بقى العيش الحلو اللي احنا مطلعينه ده؟ هات المطرحة. تسلم ايديكي. شفتي وعملوا بقى مشروع حلو ازاي الاتنين؟ سيدات اعمال يا ست. ربنا يخليهم لي يا رب. شفتي؟ عاملة ايه يا ست غالية؟ أنا عاملة زي ما أنت شايفة. عاملة عيش. بتعمل عيش. يعني أم كريم اللي ورايا اللي بتخبز دي زعلانة قوي، تقول لي غالية هو ده رغيف؟ يا شيخة اسكتي، ده أنا دايماً يتخانقوا معايا ويقولوا لي ده أنت إيدك فرطة، جاية أنت تعمليني رغيف حنون صغير؟ قلت لها حلو على قد الفرن. أحسن من العيش السوقي عامة يعني. خد.
شفتي؟ شفتي المثل اللي يقول لك ايه؟ اه ها؟ ايوه انهي مثل بقى؟ يا حبيبتي يا نورهان انا معاكي. معايا؟ اه شفتي المثل يقول لك ايه؟ فلاح مخف سلطان مكفي. اه بالعكس. على امثالك. واحنا النهارده معانا اتنين صلاه النبي. مفيش منهم اتنين. الله يخليك يا الله يخليك يا استاذه غاليه. اه شفتي مطلعين لك عيش زي الفل اهو. هاتي لنا التانيه يا ماما. خلاص عاوزنا بقى النهارده. اها اهو. شفتي النهارده اللقمه الحلوه وريحه الفرن والحاجات الحلوه اللي بنعملها في البيت يعني مش قادره اقول لك على جمالها. وشوفي من حاجات بسيطه يعني ام احمد بتقول لي انا بدات ب 2 كيلو دي يعني راس مالها كله كان 10 جنيه صح؟ اه صح ولا لا؟ اه ب 2 كيلو دي اه وازازه زيت نص ازازه زيت. قولي لنا كان معاكي تقدري تعملي مشروع زيادات بيع وتشتري بفلوس قد ايه؟ معايا ان انا اعمل مثلا افتح محل واشتغل فيه لو ما فيش محل انا اتعلم الاول. اه انت في الاول قلت لي يا غاليه انا بدات بحاجات قليله قوي. ليه؟ عشان باظت ما يعني ما تكلفنيش كتير. نجرب بقليل الاول. وبعد كده بقى اما اتعلمت بعد كده بقى فتحت المحل واشتغلت فيه. ما شاء الله عليك بتكسبي بقى وقادره تصرفي على العيال والبيت والدنيا تمام وكلها. انا وجوزي يعني بنساعد بعض طبعا. انت وجوزي. يعني الحمد لله. جوزي فكهاني يعني. جوزك فكهاني؟ يعني الفاكهه والعيش. مش انا بقول لك نحط الفاكهه جوه العيش. بدات بالفاكهه بعد كده بدات بالفطير. ده انت بتقولي لي لنا زباين من السعوديه ومن الامارات. من الامارات والسعوديه بيجوا ياخدوا من عندنا فطير. بيجوا ياخدوا من عندنا فطير. ليه؟ اهاليهم عندنا هناك لما بينزلوا زياره يدوقوا الفطير بتاعنا فيتصل عليهم يقولوا لنا لو حد نازل لهم يعني وكده يبعتوا معاه. فبياخدوا بال 30 فطيره ب 40 فطيره. ان هم بيفرقوهم لحبايبهم يعني وكده. للحبايب بقى. بياخدوهم ليهم ولحبايبهم. صلاه النبي. ان هو الحمد لله يعني ان هو ان هو بالنسبه لهم دي حاجه يعني نادره ما يعرفوش هم ايه. حاجه نادره مش عايزين نفضل نسهر مع ام احمد عشان نتجدعن ونخلص. يا هنخلص يا اختي. ايوه يلا كده. ان شاء الله. يلا. استاذ عصمت. يا مساء الجمال يا مساء الفل. يا مساء كل حاجه حلوه يا استاذ عصمت. اللهم صل على النبي على العيش واللهم صل على النبي على اللي بيعمل العيش واللهم صل على النبي على اللي بياكل العيش والملح ويصون العيش والملح. الله يسترها. انا بمسي على ام احمد وام كريم وام علي وام ياسمين وام بطه وكل ام ست محترمه بتشتغل تاكل ولادها وبتاكل بيتها وبتعتمد على نفسها. وده مثال حلو للشباب ومثال حلو للستات اللي عايزه تشتغل وبتاكل لقمه حلال ولقمه جميله وبتاكل الناس لقمه نظيفه ولقمه حلوه. ده رجالي بص سيدات اعمال من الدرجه الاولى. الله يخليك. الله يخليك. يعني بصراحه ربنا انا مستمتع جدا بالحلقه الجميله دي يا غاليه والعيش الجميل ده اللي بياكل مصر كلها ان مصر كلها والعالم كلها بتاكل العيش ويا ريت الناس اللي بتاكل العيش تحافظ على العيش وتخلي بالها من العيش وتعيش عيشه حلوه بعيشه كريمه وعيشه نظيفه زي ما ام احمد كده عايشه وزي الست اللي معاها ام كريم عايشه وزي كل واحده بتشتغل وبتشقى عشان تقف تسند بيتها وتسند جوزها وتعيش بلقمه هنيه وبيقولوا ايه لقمه هنيه بتكفي 100. ما العيش والملح يا عم عصمت يعني لازم نصونه مهما حصل. طبعا طبعا ما هو بيقول لك لازم نسون العيش والملح ده يا جماعه بيبقى يعني بيفتح الابواب المغلقه والناس بتبقى في اخلاص وفي حب وفي كل حاجه حلوه. العيش والملح ده معناه كبير قوي يا غاليه اللي بياكل لقمه بملح كده بيبقى قسم قسم وبيبقى بيحافظ على الاخلاص والوفاء والحب والعطاء ويبقى كده بيعود على مصر وبيعود على الاسره الجميله. ربنا يخبزك العيش يا استاذ عصمت. امبارح يا غاليه بتاع الحما انا هقول مثلين صغيرين كده ها يا ريت كل الشباب وكل الناس يقولوهم او يعملوا بيهم. فبيقول بقول للزوجه راضي للزوج راضي راضي زوجتك واسرتها وامها وراضي الست وامها تكسب العيله كلها. يعني الراجل لما يراضي مراته ويراضي حماته ويراضي يكسب العيله كلها لان طبعا العيله هي الام وهي الاخت وهي الزوجه وهي الاب. احنا النهارده بنقول العيش والملح وازاي الستات تقدر ان هي تساعد بيتها وعيالها زي ام كريم كده قالت لي ده انا بدات ب 10 جنيه. طبعا طبعا يا غالي
معلش انا مش عايز اطول عليكي، بس ليا تهنئه خاصه بقى لحبيبتي هدى اصغر احفادي النهارده عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه، هنبعت لها رغيف العيش. كل الناس اللي عياد ميلادهم النهارده كل سنه وانتم طيبين، ومتشكرين جدا يا غاليه، وبحييك وبحيي الكاست كله، وبحيي صاحب الفكره الجميله اللي وحشنا جدا، وبنقول له كل سنه وانت طيب، وان شاء الله نشوفكم على خير يا غاليه. ان شاء الله يا استاذ عصمت. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين يا غاليه. وانت طيب وبخير، كل سنه وانت طيبه، وتعالي خدي من غاليه رغيفين عيش احلى من التورتايه. ها كده انت كده بتنشبي في الرقاق. طب احنا كده هنطلع فاصل ونرجع نكمل، النهارده معانا اليوم طويل. رجعنا تاني بقى، احنا كده خلاص عملنا شويه عيش حلوين اهم، وهنبقى ام كريم هتخبز لنا اخر رغيف ايدي ده. ام احمد هتخبز لنا بقى الرقاق ان شاء الله، عشان انت قعدت تقولي يا غاليه ايديا كبيره وبعمل عيش. هو مش عايز يكبر، هو مش عايز يكبر. اعمل لكم بقى المطارح بتاعكم صغيره. المطارح بتاعتنا صغيره، احنا فرننا صغير يا ست، والفرن مش هياخد اصلا. شفتي واخده انت على العيش الكبير. امال لما نيجي نعمل الفطير هنعمله في الفرن ده؟ هنعمل فطير هنا، هيبقى على قد بقى. انا مبسوطه قوي بيكوا قوي قوي يا ام احمد، انت وام كريم. الله يخليكي، وفرحانه قوي 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 ان انتوا بتعملوا حاجه حلوه. الحمد لله، حاجه حلوه بتستفادوا منها، وكمان بتفيدوا الناس. الحمد لله، يعني كمان بتفيدوا الناس. ربنا يخليكي. خد يا اختي احدفي في الفرن. هات يا ست الكل. يلا اخر رغيف ده هنحطه، والباقي بقى انا هبقى اخبزه بعد الهوا، عشان خاطر نديك انت بقى فرصتك. هي دي مش فرصتي بس بقى اشتغلها وخلاص، انا فرصتي الفطير. هتعملي لنا فطير. ادينا ميعاد كده لكل الناس تعمل لهم بإذن الفطير باذن الله. ان شاء الله شوف انت الوقت اللي يناسبك انت وانا جاي اعمله لك. طب احنا هنقول على حاجه دلوقتي، حبايبنا على الصفحه على الفيسبوك اللي عاوز الاسبوع الجاي ام احمد تعمل لنا الفطير بكل انواعه يكتب لنا ويقول عاوزه بايه. عاوزه بقى باللحمه، عاوزه مشلتت، عاوزه بالسكر، عاوزه بالعسل، اللي هو عايزه، بالبيض، يعني زي ما هو عايز. يعني احنا هنعمل لك استفتاء على الفيسبوك ان شاء الله. اللي هيقول عاوز ام احمد الاسبوع الجاي تيجي لنا الاسبوع الجاي. خلاص باذن الله. ماشي باذن الله. بس يا معلش احنا هنعطلك عشان انا عارفه ان انت ايه. المحل، عشان مش قادره اقول لك. يعني اللي هي معانا في المحل زعلانه قد ايه ان احنا مشينا النهارده، هي اشتغلت لوحديها. عطلناكم. والله اشتغلت لوحديها النهارده. معلش معلش عطلناكم، بس انتوا حبايب غاليه بقى. الله يعني كفايه الزياره اللي انتوا جايبينها. لا كفايه ان احنا اتشرفنا بيكم بمعرفتك والله. يعني انا قولي لي بقى محلك فين عشان نعوضها لك بقى والناس تروح تجيب منك. معقوله هيجوا من هنا ان شاء الله كده لحد الحوامضيه؟ امال ايه؟ طب محل في الحوامضيه اللي خلاكي حبايبك جم الامارات. قولي انت العنوان. ما هو عشان هم ليهم اهاليهم في الحوامضيه. قولي بس العنوان. الحوامضية. قولي بس العنوان وكل اللي عاوز فطير وعيش. الحوامضية شارع جسر المنويات. صلاة النبي. نقول بقى عاوزين مين بقى؟ أم أحمد. أم أحمد؟ عند عبد المنعم. يا ست أمان. يا ست أمان. السلام عليكم يا غالية. إزيك يا حاجة أمان؟ إزيك يا حبيبة قلبي، عاملة إيه يا روحي؟ إن شاء الله تسلمي، ده أنت وشك وش الخير على العيش البيتي. الله يخليكي يا حبيبتي. شفتي حبايبك، انا عارفه برضو ان انت عندك في المنوفيه بتعملي الرغيف كده. انا بعمل عيش بطاطي بالنشابه بعمله. العيش البطاطي، احنا بصي معانا الرغيف، بصي حنان صغيره. بالنشابه والله بعمله، عندنا بيخبزوا عيش بلدي على ايديهم، بس في عيش ثاني بيعملوه بالنشابه زي ده كده. العيش اللي عندكم بتاع المنوفيه الشقق الطويل. خد يا ام كريم. يا حبيبتي. الشقة عليكي نور، بيعملوه عيش كبير ويسقوه يلدنوه شويه. انت ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير وسعاده. وازاي الشباب اللي عندك اللي زي الفل ده، عامل ايه؟ تسلمي. قولي لي بقى انت عاوزه تقولي ايه بقى لحبايب غاليه اللي جايين لي زياره النهارده؟ عايزه اقول ايه لحبايب غاليه؟ عايزه اقول لهم منورين. الله يخليك. الله يخليك. منورين الدنيا حاجة تاني ولا خلاص؟ لا خلاص كده، هي بقى تنشب رقاق، هاتي نشابه وننشب قصادها احنا كمان. نعمل قصادها رقاق يعني؟ والله ولاد اصول. شفت انت
انت النهارده يعني احلى كلمه قلتيها، منورين. هم منورين ومفطرين وعاملين كل حاجه. والله يعني انا كمان المشروع بتاعهم ده عاجبني قوي قوي. يعني هي بتقول لي احنا بنعمل مكسب، قالت لك يعني قالت لي المشروع ده يا غاليه مكسب من غير راس مال. طبعا احنا عندنا برضو على فكره ناس كتير يعني عوائل بيعينوا ناس يعني من خلال الخبيز ده، بس بيخبزوا العيش اللي هو الشقق ده. العيش الشقق يعني الكبير. يعني مثلا واحده ما بتعرفش تخبز بتروح تودي لهم الدقيق وهم يجيبوا لها عيش مخبوز. ده اللي احنا بنعمله. ان شاء الله تسلمي يا حاج امان يا رب. كنوم بقى جنب كده يا رب. كل سنه وانت طيبه، وزي ياسين عامل ايه؟ الحمد لله بيسلم عليكي ويبوس ايديكي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. ونفسي تشرفيني تاني كل سنه كده تجيني تعملي لي الكحك والبسكوت وكل حاجه حلوه. يا رب يدينا الصحه والعافيه كده واحنا نجيلك يا غاليه، انت غاليه علينا بجد يعني. طب قولي لنا شعر حلو كده، حته من الشعر بتاعك الحلو ولا حكمه. طب استنيني دي ثانيه وهاتي الشنطه. طيب قولي براحتك، معاكي براحتك. هننشب قصادك احنا وانت تخبزي، ايه رايك؟ ماشي. أنا مستنياك يا حاج. أنا معاك أهو. قولي يلا. قولي يلا يا حاج أمين. أنت الرقة بتاعتك؟ وطي الفرن عشان كده دي هتبقى عالية أوي. ست أمان. دي كبيرة أوي. صغريها شوية. صغرها إزاي؟ ست امان دي بقى احلى واحده تقول لنا شعر وتقعد بقى وتحكي حواديت وتتكلم، يعني حاجه جميله. بصي يا حبيبه قلبي قولي. رب العباد موجود اكيد جنبك. ايوه. قادر يخفف عليك وجعك ويشيل همك. هو احسن عليك من ابوك ومن امك. ارمي حمولك عليه يحميك ويضمك. صلاه النبي عليكي. الله. أجر كريمة. لا لا يعني مش فيش كلام أقدر أقوله، يعني أنا ما فيش كلام أقوله. الله يسعدك. عيديها تاني عشان خاطر. الله يسعدك يا غالية. والله ده أنت يعني أنا عايزة أقول لك إيه، يعني أنت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد إيه. ربنا يخليكي. طب بس عيديني بس الحتة اللي أنت قلتيها تاني دي. أقولها لك تاني يا حبيبي. أيوه. رب العباد. ها. رب العباد موجود أكيد جنبك، قادر يخفف عليك وجعك ويشيل همك. هو احن عليك من ابوك ومن امك. ارمي حمولك عليه يحميك ويضمك. الله عليك يا حاجه امال، شرفتينا النهارده ونعمه بالله. الله يشرف مدارك يا حبيبه قلبي، وانت منوره الدنيا كلها. تسلمي تسلمي تسلمي. اختي معاكي لسه هتكلمك اهي، معاكي اختي. شفتوا الكلام الحلو اللي بتقول حاجه امال؟ اهلا يا ست الكل. الو. ايوه سامعاكي. انا اختها. اهلا بيكي. بحبك موت 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 والله، كنت ببعت لك رسائل من اول ما فتحت. ربنا يخليكي ويديكي الصحه وطولة العمر. اسمك ايه؟ يا رب يبارك لك في ياسين واخواته البنات، وتفرحي بيهم وتشوفيهم احسن حاجه في الدنيا. تسلمي لي يا ست الكل، شرفتينا النهارده. ألف سلامة ليك. ما يحوجكيش لحد، يا رب ما يحوجك لحد. تسلمي، أحلى دعوة والله دعيتها لي أنا وأنت وجميع من اللي سمعنا. يا رب يا رب يا رب. ها خلاص؟ أوعي بقى أنا أحدف لك دي على إيديا. دي لسه ما تعرفش. أهو. فضلك صغير قوي. بص أنا عملتها لك صغيرة أهي. يا رب يا رب. عملتي؟ الله صغيره عشان ربنا صغير قوي. يا رب ينجينا كلنا جميعا يا رب. بصي لما تبقى صغننه كده هتبقى معاكي فله. اهي النهارده اليوم ايه؟ اديني تبنى الشبا من جنبك يا اختي. اهو ما تاخدوني معاكم. تعالي معانا. هتسيبينا وتروحي الحمضيه؟ تسيبينا وتروحي الحمضيه؟ خدوني معاكم انشب والنبي. فين خدوني معاكم هناك. ماشي تعالي، بلدنا حلوه جدا جدا لان الرقاق ده ممكن كمان يطلع معاكي عيش طري. يعني طري. لو انت عايزه تخليه طري بتروحي هديه النار عليه وتخليه طري. شوف اللي بتروحي معبياه في يعني في كياس تحطيه في الثلاجه.
اللي يطلع بدل ما تسيبيه في الهواء تعمليه عيش طري. تخليه عندك في الثلاجه ووقت ما تعوزي ان انت تحشيه برده تعمليه عادي. يطلع معاكي زي الفل. يقعد معاكي في الثلاجه فل. اهو. ولا تزيد ميه ولا تزيد اي حاجه، هي زي ما هي كده. على طول. يا ست سناء. ست سناء. الرقاق لما تنشبيه تحاولي تشيليه على ايدك كده زي ما انا شايلاه كده وتنفضيه عشان الدقيق ما يزفرش الرقاق ويطلع منه محروق. نفضي منه الدقيق على قد ما تقدري. لو مش هتعرفي تنفضيه على ايدك زي كده امسكي فرشه ولا حاجه ونفضي بيه عشان خاطر الدقيق يمشي منه ويطلع كده اللقمه بتاعته حلوه وما بقاش فيه دقيق محروق. يلا هناخد فاصل ونرجع. رجعنا تاني بعد الفاصل. الرقاق ده زي ما قلنا يمشي رقاق ويمشي عيش طري. ممكن تعمليه عيش تاكليه غير انه يبقى رقاق، بس ما ترققهوش قوي، يعني تخليه مش رقيق قوي زينا كده صوابعك باينه، تخليه في الروح شويه ما يبقاش رقيق قوي، ويتخبز عادي خالص وتحطيه عندك برده في الثلاجه يبقى زي الفل ما فيهوش اي حاجه. بس لازم تنفضيه من الدقيق. هاتي المطرحه اللي معاكي ولا احط لك على النشابه؟ حطي لي على النشابه احسن. على النشابه؟ هاتي النشابه الرفيعه. اهو. تنفضيه كده من الدقيق وتغمسيه. يمشي معاه ويمشي كمان نفس العجينه. طب ما النشابه احسن بدل ما احط تحتك دي. ودقيق يمشي معاكي كمان زي العيش اللي بنعمله للشاورما والعيش الطري. نفس الطريقه. زيه بالظبط. هاتي يا ام كريم. حاضر عليها بس واحده. طيب نركن دي هنا؟ نركن اهي خدي. اهو. ست نعيمة. أيوة حبيبتي. صباحك فل. وأنت طيبة. وأنت طيبة. أنا بموت في العيش المصري يا ربي. لذيذ بالشكل والله. ست نعيمة دي من المغرب ست فلة. أهلاً وسهلاً. اتفضلي معانا. الحمد لله بتقول لك اتفضلي معانا. تعالوا كلوا عيش طري معانا. سامعاني؟ سامعاكي يا ست نعيمة سامعاكي. أيوة السلام عليكم. خدي دي يا أم كريم. ما شاء الله عليكم أنت والست اللي معاكي. شفتي؟ سيدات أعمال من غير رسمال. سيدات أعمال من غير رسمال. الله عليكي. نسينا نقول على حكاية العيش اللي سامعاك كويس لكن بعدك. أنا سامعاكي أنا سامعاكي. أيوة إزيكم؟ احنا كلنا طيب كويسين وبخير. الو ست نعيمه كويس النهارده. انا سامعه حضرتك. انا فرحانه اللي سمعت صوتك يعني وكلمتوني بكلمكم يعني بكل فرح، لكن كانت عندي مشاكل صحيه شويتين عشان كده غيبت عليكم، لكن الحمد لله دلوقتي. من المغرب ست نعيمه من المغرب. الحمد لله. اهلا وسهلا بالمغرب. اهلا باهل المغرب كله. والله كفي اقطع الخط مع الاسف، لكن انا بشوفك والله على عيشك وعلى حلاوتك. تسلمي وتعيشي. هبعتهولك لحد عندك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه وبخير. ربنا بالصحه والشفاء والعافيه. ربنا يخليك. يا ريتني معاكم. تيجي تشرفي. ازاي كل الاخوان والاصدقاء؟ ربنا يخليكي. الو. تحياتي لاهل المغرب كلهم. على الفل وسلم على الطاقم. ويا ربنا يعينكم. تسلمي وتعيشي. ونصر على النصر ان شاء الله. تسلمي لنا يا ست الكل. وسيدي ولد صغير وبنات. سلمي لي على كل بتحبيهم ان شاء الله. وانت كمان ونتقابل على خير يا رب. تسلمي لنا يا ست الحبايب شرفتينا. يا رب شكرا ليكي. ربنا يشفيني شويتين. ادعي لي يا حبيبتي. تسلمي. خليك على خير. تسلمي لنا على خير يا رب. مع السلامه حبيبتي. ما خلص. ربنا يا رب كده يشفيك. الله يسلمك يا روحي. تسلمين. مع السلامه. ربنا يشفيك.
صلاة النبي عليكم. سلام يا ست نعيمة. صلاة النبي علينا يا مدام غالية. أيوة صح. أوكي. ما هو أنتوا بقى يا بيتال عليكم بقى إيه؟ ما يموت على السد اللي قليل الفلاحة. أكيد. ماشي يا أمها. خليها على الحرف. قولي لي أنت بقى مثل حلو كده من عندك. قولي لي مثل حلو من عندك. مين أنا؟ اتكلمي. أول مثل. مالك متي؟ ده أنتوا شركاء وإخوات وحبايب. دي ده نار ونقيق. نار ونقير بتنقر. ده انا مش قادره اقول لك احنا بنعمل ايه في المحل هناك. ليه؟ قولي قولي قولي. فاكره اللي كانت جايه نعمل الرقاق يا ام احمد؟ ايه؟ قال تعالى اعمل لنا الرقاق. اه. كان الرقاق عامل ازاي؟ جميل. اهو. ملوش حل صراحه. بتقعدوا بقى كده تاخدوا وتدوا مع بعض كده طول ما انتوا شغالين؟ اه فطار واكل وهزار ودلع كده و... يعني انتوا شركاء في لقمه العيش وشركاء في كل حاجه. ناقص النومه بس ننام مع بعض هو ده اللي ناقص. هي تروح بيتها ولا انا اروح بيتي؟ هي تروح بيتي. يا صلاه النبي. يعني انتوا مع بعض على الحلوه والمره. اه اللهم صل على النبي. يا اختي ربنا يديم المعروف. يا رب. ربنا يديم المعروف بينكم. يعني ما بتفرقكوش غير الفرشه، كل واحده بتروح كل بنصحى اول ما الفجر يدي تلقانا مع بعض، اول ما الشمس تكشف تلقانا كل واحد بيروح. يا عيني يا رب. الساعه 5 الصبح نكون مع بعضينا لحد الساعه 2 الظهر. من 5 الصبح. اه. الفجر جدا وروح طالعين. ربنا ما يفرقكم ابدا يا رب، يا رب ما يفرقكم ابدا. يا رب ما يفرقكم ابدا. اهو. حاج محمد، حاج محمد، ام محمد. حبيبه دخلت في ودني ما سمعتكش يا استاذ هاني، معلش. هي بتخش زي الصاروخ كده. اهلا ازيك يا ست ام محمد؟ ايوه ايوه. ازيك يا ست غالية عاملة ايه؟ تسلمي لي يا ست الكل. الله يسلمك حبايب. النهارده بقى انا شفت العيش دلوقتي. اوه اوه. ايه رايك؟ الله يخليكي. انا شفت العيش. رايك؟ الله يخليكي. ايه رايك في العيش؟ انا شفت العيش دلوقتي بس معلش عايزه اعيد المقادير تاني، والنفس تعيد لنا مقادير الليمون المعصر. عيني الاثنين. المقادير بتاعت العيش بقى تقولها لك ام كريم. عيني. قولي يا ام كريم عيد المقادير تاني بتاعت العيش. مقادير العيش دي حبة ملح وخميرة وحبة سكر بيتقلبوا كلهم مع بعض، ونروح ضايفينهم على الدقيق ونقلبه ونعجن. أيوة. حسب العجينة بتلم في ايدك تلاقيها ايه كده العجينة مظبوطة. اوكي. ما تيجي تحطي دي تروحي حاطاه لي على النص. أيوة. ما تبرميش. ماشي. أيوة. ونروح رشين عليه حبة. متشكرين. انا مش عارف سمعت كلمة زيت. ايوه كيس الزيت. الزيت ده ما تيجي تقطعي العجينة. متشكرين يا ست كريم يا ست غالية. سلام. وانا ام احمد صلاح من المرج. وسلامي لاولادي والاحفاد. تسلمي وتعيشي. كده في شويه تعبت. ادي العيش وادي الرقاق. وانا بحب كده يا ست جاليه، بحب البرنامج بتاعك قوي والله. مش في تطيب يا شيخ. الله يخليكي. تسلمي يا ست الكل من كل وحش. ضروره بعدك. شكرا ليكي يا بنتي. ما تلفهاش. امال انت عايزاها ايه يا حبيبتي؟ بصي هقول لك. اه جايين يتنقروا هنا. دي تقول انت عاوزاها ايه؟ ايوه اصل هو طول النهار كده في المحل يعني انك فاني. اه تضربيني على ده احنا على الهوا. تضربيني على الهوا كده تحطها لي كده بس. ماشي. آه. شنكليها لها. شنكليها بس, بس. زي ما هي كده. ما تبرميش عشان لو برمتي العجين هيلزق في بعضيه. هيحن. آه. ربنا يكرمك وتشنكلي دلوقتي. اصل الوليه دي مالهاش في الرقاق، تلاقيها في الفطير بس. ده دقيق ده خير. هي لما تتلف على بعضيها على النشابه الدقيق العجينه بتحن فيلزق. ما هي لو وقت الجدع وتفرد بسرعه. لما تيجي انا احسن على نفسي النهارده مش عارفه تعبانه ليه. معلش خربك. احسن النهارده خالص. هي خلصت اهي وانا عامله لها واحده اهي. هنشوف. مش عايزه اعلي الفرن عشان ما يتحرقش فيه حاجه. انت شكلك تعبانه النهارده مش فايق الحاجه. حدي بس يا شيخ رمضان تعالى هات لنا الرغيف اللي وقع ده. تعالى تعالى استاذ هاني اللي قال لنا ادانا اوردر. رغيف وقع. حته رقاقه وقع. بس كتر خيرك. اهو يا اختي لم النعمه تلمك. ايوه يا اختي لمي. ها خدي. فين النشابه؟ معاها. خدي النشابه معاها لها رقاقه. اما تاخدها اوعي دي البتاع السخنه. طب انت سايباها هنا ليه؟ ما تاخدها قدامك. اوعي ايديك. ايديكي خفيش. يلا فرديها بقى. انت عندك بلعوم. احدفي على طول. اخر واحده في ايديا اهي. وانا اخر واحده في ايديا اهي. اهي خلصنا احنا كده. خلصنا الرقاق. كل حبايبنا اللي عاوزين الفطير المشلتت بكل انواعه يخشوا ويكتبوا لنا على الفيسبوك عاوزينه امتى
والست ام احمد هتيجي تعمل لنا مهرجان الفطير. صنعتها بقى ادي العيش لخبازه لو ياكل نصه. باللحمه، بالبيض، بالبسطرمه، بكل حاجه انت عايزها اعملها لك. خلاص احنا دلوقتي حطينا لك اهو، كل حبايبنا اللي عاوزك هيقولوا على الفيسبوك. اكيد ما حدش عايز ام احمد طبعا. اكيد ما حدش عايزها. احلام، يا احلام، انا سامعاكي يا احلام. ازيك؟ عامله الحمد لله. انت من من حوامديه؟ حوامديه. دي بنتك يا ام احمد؟ ايوه. اكيد حد سال فينا من الحوامديه، احنا بقالنا ساعه على الهوا محدش سال فينا. اكيد حد عبرنا من الحوامديه. مفيش حد صراحه. يا اختي ده كفايه كلموكي من المغرب وكلموكي من السعوديه والشيخ عبد الله والست نعيمه، فيهم البركه. والحوامديه اللي عمال نمدح فيها ديت محدش سال فينا منها خالص. هيسالوا فيك اهو، ما تزعليش. عبرونا. ما تزعليش نفسك اهو، سالوا فيك اهو. يا احلام ده مشي. لا سامعين اهي، كلمي انت بقى. معانا يا احلام؟ لا احلام صوتها بيقطع تقريبا. المايك اللي معايا مش شغال. حاولي تكلمينا تاني يا احلام. هاتي النشابه عندك فاضيه؟ اه هات عشان كلك عليها كده. خلصنا الرقاق. يا فطير يا رقتك المصغيره اهو. الرقاق لازم تنفضيه سواء على ايديكي او على النشابه عشان اللقمه ما تطلعش محروقه، وعلى خفيف كده ما تهبديش قوي. اهو هاتي يا مدام غالي. يعني انا مبسوطه بيكم النهارده، وعاوزه اقول لكم يا بدر شمسك نص الليل. الله يعني انتوا من اقل حاجه عملتوا لقمه جميله جدا. انا اللي فرحانه بيكي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. انا فرحانه بيكي، وانتوا النهارده فرحتونا وبسطتونا وعملتوا لنا اكله حلوه بسيطه كلها عباره عن ميه ودقيق وملح، ما فيهاش بقى اي حاجه في كاسات اهو. خدي يا اختي. ماشي يا حبيبه قلبي. نبي يا ام كريم ما يموت على السد اللي قليل الفلاحه. أيوه. وانتوا صلاه النبي عليكم. لا اهو ماشي حاضر. انا بشكركم الاول على الزياره الجميله اللي انتوا جبتوها دي. دي كلها هنقعد دلوقتي كلنا حتى تكبتتك نخلص عليها. الف انا وصفر. انت مش قادره بقى ده انا اللي سامعه مش انت. كل واحد عاوز اللي عاوز رغيفين واللي عاوز رقعتين و... تاكلي لوحدك؟ لا مش هاكلها. مش هينفع طبعا. اهو اهو كده احنا عملنا النهارده. تعالي يا ام احمد. النهارده احنا بشكركم الاول على الزياره الجميله اللي انتوا بتعملوها. وعملنا النهارده العيش البيتي. تقدري تعملي حجم اكبر من كده لو فرنك كبير. عملنا الرقاق، تقدري تخليه ناشف او طري او تعمليه تخين شويه وتعمليه عيش طري بالف هنا وشفا. جالنا الفطير، واحنا زي ما قلنا اللي عاوزه ان شاء الله نعمله لكم المره الجايه. وبشكركم قوي 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 قوي، وزي ما قلنا ربنا يخبز لكل اللي شافنا النهارده، يخبز له العيش ودايما بيته. وبالنسبه للعيش ان احنا ما قلناش على حاجه برضه، العيش بيبقى كده، فما بنحب نشقاه ونلدنه نعمل به الفته او فته عدس او اي حاجه، فبنشقاه وننشفه بيبقى بالشكل كده. يتشقى بعد ما يطلع. وتنشفيه تاني بيبقى بالشكل ده. ده تعملوه بفته، تعملوه بعدس، فته عدس، اي حاجه. شوفوا على خير ان شاء الله، ويا رب دايما ما يحرمناش منكم، وربنا يخبز لكل من كان يلقاه على خير.